في حبة حاجات واضحة كده في فرقة برشلونة ظهرت النهاردة بعد المكسب الكبير على فرقة فياريال في الدوري الأسباني، وهي كالآتي: أول حاجة أهمية دي يونج فرقة برشلونة وفي ملعب برشلونة، عامل فرق درامي في خط نص برشلونة. أما أنت بتشيله بتشيل بوسكيتس كده وتنزل دي يونج، أنت بتلاقي إن الملعب بدل ما هو مثلا مرميين وبتلعب هنا وهنا، لا انت كل لعبك بيتنقل عند الخصم، انت فريق كفريق برشلونه كل لعبك بيتنقل عند الخصم. دي اول حاجه بيعملها ديونج، بينقل لك اللعيبه والفرقه بتاعتك قدام عند الخصم. تاني حاجه بيكريت لك حلول لاي زنقه فرقه برشلونه بتقابلها في الملعب. لعيب جوهره في خط النص، ازاي انت عندك الجوهره ديت وما بتلعبش بيها التسعين دقيقه؟ من رايي الشخصي ان اللاعب دوت ما ينفعش ولا باي شكل من الاشكال ان هو يطلع بره تشكيله فريق برشلونه في اي مباراه كانت، الحاله الاستثنائيه اللي انت هتطلعه فيها لو خلاص انت بقيت ضامن الماتش وفي اخر ربع ساعه ولا اخر تلت ساعه وعايز بقيه اللعيبه تاخد فرص فممكن تشيله، لكن دوت لعيب اساسي محوري في الفريق ما ينفعش يطلع من الفريق اطلاقا. تاني حاجه هو ديمبلي. ديمبلي يا جماعه السيزون دوت الدينامو بتاع الفريق، وخاصه في الهجوم دينامو ما شاء الله عليه، الله اكبر. تلعب في اليمين تلاقيه موجود، عايزه في الشمال تلاقيه موجود، بيلعب في الاثنين هنا زي هنا، عليه اوفرات حكايه، عرضيات حكاية، باصات حكاية، اسيستات حكاية، كي باسس حكاية، ما شاء الله السنة دي فارق بطريقة كبيرة جدا مع فريق برشلونة ومع نفسه، وشوية الإصابات بعدت عنه فأنت بتستمتع بيه كتير، فالسنة دي ديمبلي فوق فوق فوق. ناقص له بس ان هو يركز على الاهداف شويه وان هو يحرز اهداف، بمعنى انت لو جبت 30 هدف كل موسم فانت بقيت من اللعيبه الطب اللي فعلا ممكن برشلونه تعتمد عليك. فارق جدا اكيد مع فريق برشلونه عوده عثمان ديمبلي لمستواه. كل اللي حصل دوت كوم واللي جاي دوت كوم. تخيل كده من غير ليفاندوفسكي برشلونه كانت هتبقى عامله ازاي السيزون دوت، وهجوم برشلونه كان هيبقى عامل ازاي السيزون دوت، وترتيب برشلونه في الجدول هيبقى عامل ازاي، ولا كان هيبقى برشلونه هيوصل ل 30 او 40% من اللي وصل له السيزون دوت. هو تقريبا اللي شايل برشلونه وهجوم برشلونه على كتفه. لعيب بيجيب، انت مزنوق في جون هاته وحط له اي نص فرصه او اي ربع فرصه وهيجيب لك هدف. عايز تخلص المباراه، اول حد يجي في بالك هو ليفاندوفسكي، حطه قدام اديله اي كوره سواء من خط النص سواء من الجناحات، سواء هو كمان ممكن اللي ينزل خط النص ويصنع لنفسه ويطلع قدام ويجيب هدف ليفاندوفسكي. كانت اقوى صفقه في الموسم لفريق برشلونه وخيار موفق جدا من مستر تشافي ان هو يجيبه على الرغم من كبر سنه وان هو عنده 34 سنه، في ناس عندها اقل من كده وشطبت، فهو عنده 34 سنه وفارق مع الفرقه وشايل هجوم الفرقه على كتافه. اقوى صفقه لبرشلونه الصيف اللي فات على الرغم من كبر سنه وعلى الرغم ان تقريبا كان عقده في بايرن ميونخ كان فاضل له سنه واتباع ب 40 مليون فيعتبر رقم كبير، لكنه كان مستحق كل يورو اتدفع فيه. فدي الحاجات اللي برشلونه ابتدى يظهر بيها واللي بقت اساسيه في فريق برشلونه ما ينفعش تتغير لو انت عاوز توصل لحاجه السيزون دوت، وهم التلات اشخاص الاساسيين دول. طبعا بجانب اللعيبه اللي ما ينفعش تخش الملعب وما ينفعش تخش النجيله وتدوس عليها وتلعب في الملعب، يعني انت كده بتوزن الامور مع زياده الجوده في الدفاع شويه ان انت تجيب اسامي سواء في الشتاء او في الصيف، فانت هتلاقي فريق برشلونه في حته تانيه، كواليتي لعيبه برشلونه تمام. وبالنسبة لفريق تشافي لتكتيك تشافي، فتشافي انت تبتدي تثق في التكتيك بتاع تشافي، التكتيك بتاعه محترم جدا سواء كدفاع سواء كهجوم، ما يحتاجه بس هو ان يبطل مجاملات شوية ويبطل عنصرية شوية ويبطل التبديلات الغريبة اللي ساعات بيطلع بيها، لكن غير كده التكتيك بتاعه تقدر تعتمد على التكتيك بتاعه، تقدر تعتمد على الجودة بتاعة اللعيبة، لكن جودة الدفاع لازم تزيد شوية، وقريبا هتلاقي برشلونة بتاع زمان ويرجع ينافس على البطولات تاني. واخيرا وليس اخيرا، لو انت مش مشترك في القناة اشترك حالا، دوس اشتراك، دوس على زرار السبسكرايب هتلاقي نفسك مشترك والقصة خلصت.
وفعل الجرس اكيد عشان يجيلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو انزل دلوقتي حالا اعمل لايك، ولو ما عجبكش برضو اعمل لايك وقول لي في الكومنتات ايه اللي ما عجبكش او ايه اللي انت عايز تعرفه او ايه رايك انت شخصيا في اللي بيحصل في الدوري الاسباني وبيحصل في برشلونه. انا معكم زيكا و سلام.